جاء في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. بل أمرت، كما في الرواية الأخرى عند مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نزل منزلا فليقل، أمر، فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.